يقول أحدهم إذا أردت خلع الحجاب أولا ابدأي بإظهار بعض الخصل من مقدمة الرأس، ثم البسي الحجاب مع إظهار الرقبة، أو البسي طاقية بحيث تخفي أسفلها شعرك. طبعا لا تنسي أيضا إظهار ساعدك برفع القميص هكذا، أو إظهار أسفل قدميك برفع البنطال عن الحذاء، وأخيرا اظهري بشعرك كاملا. هذا الترتيب تلاحظه على كل فتاة تفكر أو خلعت حجابها بالفعل، تعتقد أن الحجاب هو تلك القماش التي تغطي بها شعرها، وبسبب هذا الفهم الخاطئ أصبحت ترى فتاة تغطي رأسها وتلبس بنطال، أو فتاة تغطي رأسها ومتبرجة إلى آخره، وتقول بكل بساطة أنا محجبة. لا لست كذلك. قفز أمامي ذلك اليوم مقطع تحت عنوان خلعت حجابي لمؤثرة في اليوتيوب، حدث متابعيها عن شعورها بعد أن خلعت الحجاب وتطلب منهم أن يتفهموا نفسيتها حتى لا تشعر أنها غريبة. أبشرك أصبحت من تتمسك بحجابي هذه الأيام هي الغريبة. لذلك دعنا ننظر لهذا الموضوع من زاوية مختلفة كما تعودنا. إذا سألت أي فتاة خلعت الحجاب عن سبب ذلك، إجابتها ستكون طويلة ولكنك ستلخصها في جملتين، إما شكلي لا يعجبني أو أنه يقيد عملي. أشعر أنني لن أخطب إذا كنت بالحجاب، شكلي بدون الحجاب أحلى، أشعر أنني لن أقبل في العديد من الوظائف بسبب الحجاب إلى آخره. تعتقد أنها بخلعه ستصبح أكثر حرية وستجلب لها ذلك الزوج الذي يقدر جمالها أو العمل الذي يحقق لها الربح المادي العالي بسبب شكلها. أساسا أغلب المؤثرات التي خلعن حجابهن في وسائل التواصل الاجتماعي كان هدفهم زيادة المشاهدات وبالتالي الأرباح أي العمل، وبالفعل هم حققوا تفاعل وربح مادي، ولكن ليس لأنهن خلعن الحجاب بل لأنهن خلعن أغلب ملابسهن وأخلاقهن معها، وتجردوا من كل أخلاق المرأة المسلمة، فأصبحوا كالبضاعة الرخيصة التي يرغب الكثير بالنظر إليها، وهذا ليس نجاح إطلاقا. كما ذلك المصري وزوجته التي خلعت الحجاب ثم عادت لبسه ثم خلعته أكثر من مرة، وهو الذي كان في يوم يصورها بجانبه بحجابها وحشمتها، وفي اليوم الآخر يصورها بجانبه بملابس البحر العارية. فلا تنخدعي بمثل هؤلاء المشاهير أو تقتدي بهم إذا كان عرضه أو جسد زوجته ليس غيورا عليه، فكري قبل الاقتداء بهم. فإطلاقا لم يكن الحجاب عائقا يوما ما في مجال عملك كمسلمة، حتى أن الغرب يعترفون بذلك. الفيلسوفة كاثرين بولوك في كتابها عن الحجاب تقول إن قبول المرأة المسلمة المحجبة أو رفضها في العمل يتم فقط من خلال أهليتها وكفاءتها، لا من خلال جمالها وإغرائها كما يحدث مع أغلب النساء الغربيات. أبسط لك الأمر، تخيلي نفسك ذاهبة لمقابلة عمل وأنت بحجابك وكامل حشمتك وأناقتك، هل سيسألك المدير هناك عن شيء خارج العمل؟ لن يجرؤ حتى لو أراد. ولكن لو كنت ذاهبة بملابس ضيقة وجسدك بائن وفاتن، تأكد أن آخر ما سيسألك عنه هو العمل، ولن يتم توظيفك لكفاءتك بل لأشياء أخرى، وحينها أنت أصبحت سلعة، وهذا هو مفهوم تسليع المرأة الذي يطالب الغرب. وتعبر كاثرين عن استغرابها الشديد من فلسفة الحجاب لدى المرأة المسلمة، تقول عندما زارت النساء في أفغانستان ورأت النساء تلبس أجمل ثيابهن ويستمتعن بعرض أنفسهن لبعض، قالت أن هذا الأمر يبدو غريبا لنا نحن النساء الغربيات، يعني لماذا قد تتعب المرأة في تزيين نفسها إذا لم يكن الرجال من ضمن الحضور؟ وتعلق أن جمال المرأة المسلمة يكون بخصوصية، يعني يقتصر على نفسها وأهلها فقط، وهذه الخصوصية في جمال المرأة المسلمة يجعل غزو الحجاب أمرا لا مفر منه إذا أردنا نشر مفهوم تسليع المرأة، وهذا ما يحدث هذه الأيام مع الأسف. الفيلسوف الفرنسي فانون يقول إذا أردنا أن نحطم بنية المجتمع فلا بد لنا أولا من هزيمة النساء، ينبغي لنا أن نذهب إلى حيث يختبئن وراء الحجاب. ومن هنا جاءت أفكار مثل الحجاب حرية شخصية. دعني أوضح لك من أين جاء هذا المفهوم. في القرن 19 في أوروبا كانت الناس تذهب إلى المزاد العلني لتبيع زوجاتها، تخيل، يعني ابحث عن وايف سيلينج لترى بنفسك. فبيع الزوجة كان أرخص من تكاليف طلاقها، تخيل، هي سلعة قابلة للبيع والمبادلة بنظر الرجال وقتها هناك. You walk into a room and you have a beautiful woman with you. It's a compliment to you as a male. It's like pulling up in a really nice car or something, you know. هي مجرد سلعة فقط. وفي النصوص الدينية لديهم أن حواء هي من أغوت آدم وتعدت عليه وأخرجته من الجنة، فيجب عليه أن تتحمل تبعات هذا التصرف. فكان الرجال يتفننون بظلم المرأة بكل أنواع الظلم، حتى أنها إذا كانت تزعج زوجها كان يوضع على رأسها مثل لجام يمنعه من الحديث لعدة ساعات كما ترى هنا في الصورة. ولما شعرت المرأة بالظلم الواقع عليها هناك بدأت تظهر حركات مثل حركات تحرير المرأة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة كرد على هذا الظلم التاريخي الذي تعرضت إليه. وهذا يبدو منطقيا حتى وصلوا إلى فكرة أن الحجاب أيضا هو حرية شخصية. ما دخلنا نحن المسلمون بظلمكم لنسائكم؟ الإسلام عكسكم كرمها. فالإسلام قبل أن يأتي، إذا رجعنا لأيام الجاهلية، كانت الأنثى أيضا مسلوبة الإرادة، ممنوعة من التصرف، ممنوعة من التحكم أو امتلاك الأموال، لدرجة أنها كانت توأد، يعني كانت تقتل بعد ولادتها مباشرة خوفا من العار. فجاء الإسلام الذي كرمها وحفظها ومنع استغلالها وتسليعها. فالحجاب جزء من تكريم المرأة في الإسلام وحفظ جسدها، وليس ظلما كما يتشدق به الغرب، بل هم من ظلموا نساءهم وبناتهم. هل فهمتم الفكرة؟ ولكن بسبب الفهم الخاطئ لأصل مفهوم الحرية أو لأصل مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة، أصبحت بعض المسلمات
يعني تقول أن الحجاب هو حرية شخصية، لماذا يجب أن ألبس الحجاب؟ لماذا لا يلبسه الرجل مثلا؟ وهذا ما تخبرك إياه من يدعون إلى تحرير المرأة. الملابس ليس لها وظيفة أخلاقية، الملابس لا تعبر عن أخلاقي. ليه المرأة تغطى والرجل لا يغطى؟ لا، ما شيء غريب جدا. يعني أنا ليه ضد الحجاب؟ لأنه ضد الأخلاق. يريدونك السلعة بتجريدك من كل مظاهر المرأة المسلمة بفهمهم الخاطئ لمفهوم الحرية الشخصية ومفهوم المساواة بين الرجل والمرأة. يريدون أن يعطوك صورة أن المرأة المحجبة متخلفة، غير متعلمة، غير قابلة للعمل، غير جميلة، كما نلاحظ في الأفلام الأجنبية عندما يعرضون مشهد لفتاة مسلمة محجبة. ثم يخبرونك إذا أردت أن تصبح متحضرة اخلعي ما ترتدين. فنجد حتى شركات الملابس العالمية تتنافس في إخضاع الحجاب لتصاميمها، فأصبحوا يعرضون تصاميم المرأة المسلمة تلبس حجاب وبنطال مثلا. وشيئا فشيئا لم يبقى من الحجاب إلا خرقة الرأس التي هي في نظر الكثير من المسلمات الآن أنها هي الحجاب. وبالتالي أصبحت الفتيات المسلمات مع الأسف يرتدين أحدث صيحات الموضة من البناطيل الممزعة التي يظهر منها بعض من أجسادهن مع حجاب. تقول لك بكل بساطة أنا محجبة. أحبتي في الله، إذا لاحظتم لم أتعمد تناول الموضوع من باب ديني، بل حاولت المناقشة بالمنطق قدر المستطاع، اعتقادا مني أن أي فتاة تفكر أو خلعت حجابها بالفعل هي تهتم على الأغلب بآراء الناس أكثر من اهتمامها بالله عز وجل. يوجد مثل الضباب في تفكيرها عن الحجاب، لذلك تجد البعض منهم تنكر وجود الحجاب أساسا وتقول لا يوجد دليل في القرآن الكريم والسنة النبوية على فرض الحجاب. تمام، أنت خلعت الحجاب الله يغفر لك، ولكن لماذا تحاربين القرآن الكريم وتصبحي في حرب مع الله عز وجل؟ الحجاب فرض من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب هذه المنطقة، كانت النساء قديما ترتدي غطاء الرأس هكذا، يكون منسدل هكذا، لم يكن يغطي هذه المنطقة ألا وهي الجيب، فجاءت الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي تغطي الرأس مع منطقة النحر. الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب ليست عادة اجتماعية ورثناها عن أبائنا، بل هي عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها نساء المؤمنين، كالصلاة والصيام مع تفاوت مراتب العبادات، لكنها في المجمل عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها النساء. الحجاب فريضة على المرأة المسلمة، حتى أنه لا يحق للزوج أمر زوجته بخلع الحجاب كما حدث مع الزوجان المصريان في بداية قصتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنهي كلامي بقول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في النهاية شاركني برأيك إن كانت تعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.